السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم البنات والاخوان؟ توا مرحبا بكم، كاين حتى الاخوان مشاركين معنا، مرحبا بكم حتى نتوما، وعيد مبارك سعيد. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في كامل الصحه والعافيه. اليوم مابغيتش نفوت هذه الفرصه باش نقدم لكم هذا المسمى البريستيج. نتمنى ان شاء الله هذه الفرصه انا ديال العيد تجربوه وتردوا عليا الخبار، كيجي خطير البنات. دونك بالنسبه للمقادير ديال هاد المسمن، غنحتاجو 500 غرام ديال الفوس، عندنا 200 غرام ديال الفينو، عندنا بيضه، عندنا 3 معالق ديال الزبده تكون واقده درجه حراره المطبخ. هاد الزبده اللي راه خدمت بها انا سبيسيال، ميتها الزبده ديال لابواط حتى هي كتجي زوينه. عندنا قبيصه الملح، وعندنا 330 غرام ديال الماء. غادي نعبر بكاس العنبه بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش ميزان، غادي نعبر بكأس العنبة باش نقول لكم شحال ديال الماء. طريقة سهلة جدا البنات. آخر لحظة غناخدو العجانة، بول ديال العجانة عندي في الفوس، عندي فينو، عندي الزبدة، 3 المعالق، نغسلو البيضة تاهي، و الملح، كما قلتلكم غادي نعبر الماء وكاس العنبة بالنسبة للأخوات اللي معندهمش الميزان. دونك كما كتشوفو بسم الله غنعمر الكاس، واحد، جوج، تقريبا جوج كيسان ديال العنبة، 330 غرام. صافي البنات، هادشي غنديرو تخلط تعجن ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما تدلكني العجين. نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفو المرحلة الثانية اخواتي. دونك اخواتي كما كتشوفوا العجين هاي تعجنات ليا دابا، يعني الماء اللي ضفتو ليها كان كافي، هذيك 330 غرام كانت كافيه. دونك غنخليه يرتاح 5 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوا كويرات. بعد ما ارتاح ليا العجين 5 دقائق، دونك دابا غنشكل كويرات. تقريبا عندي 24 كره، تقدروا تعبوا بالنسبه للناس تاع الميزان اللي كيعبوا، تعبوا العجين وديفيزي تقسم على 24 باش تشوفوا كل اللي كيبغي داكشي مضبوط. طيب انا غنخدم معكم اليوم عشوائي بسم الله. العجينة البنات كتجي طبق زوينه. البنات نسيت قبيله ما قلتش لكم راني زدت الحليب، حكا نسيت ما حطيتوش لكم في المقادير. راني ضفت تقريبا جوج معالق كبار ديال الحليب، كان بوسيمه هذاك الحليب مسوس من الاحسن، ما كانش ديروا بحالي ديروا الحليب العادي، حتى الحليب حتى هو كيخلي يجي فتي وبوسيمه كيعطي حتى المذاق. دونك اخواتي دابا وصلنا للمرحله ديال التوراق. بالنسبه للتوراق ديال هذا المسمن، غنحتاجو الفينو، غنحتاجو الزبده، زبده دايبه ولا تكون واخده درجه حراره المطبخ، نحك جبدتها من الثلاجه ذوبتها شويه، وهنا عندنا الزيت، وهنا عندنا خماره وفاني. بالنسبه للخماره غادي نخلطوها مع الفينو والزبده، غنديروا لها فاني. قلت لكم هذا المسمن راه مميز، كيجي تما داك ديالو زوين. هذا تيرين على العيد هذا. نبداو اخواتي على بركة الله، ونحطو الكرة الأولى ونسقحوها. هسا نسقحوها تتبان لينا رخامة. كندهن شوية الزبدة، ضروري تولي تقعد تكرسوها تتولي رقيقة البنات.
المعلقه اللي خلطنا مع الفينو، كنرش شويه ديال حليب ديال الفاني وخميره، عفوا ديال الفينو وخميره ديال الحلوه، ناخذ كويس صحه نكذب عليكم البنات، داك المسمن تاعيت وحق الله العظيم، ولكن بحال هذا المسمن مميز. تاني شويه الزبده وفاني رشو صافي، ديروا مربع وسط الدائرة اللي كرسنا دي وسط هداك المربع، البنات كما كتشوفوا انا بديت نطيب المسمن ديالي، كما كتشوفوا انا في الاول كنقص من العافيه لان المسمن داخل فيه الزبده خاصها تذوب هي ديك الزبده، ابخي من تي كيتشمع كنزيد في البوطه. يلا بغا نبدا نعلمكم المسمن. كيجي رائع البنات، انا تنقولو من الاول و كنكررها انه كيجي مميز. حاولوا ان شاء الله تجربو هاد العيد، و كما كنديرش الزيت شي ميجيش ميكب بزاف. كما كتشوفو المسمنة بدا كياخد ليا اللون، كيجي معمل البنات هدا المسمن، عباكم مدح فيه لأنه عجبني بزاف. بغيتكم ان شاء الله تجربوا. كما كتشوفوا البنات دابا جات التعدادات كيفاش غنقدموا هذا المسمن يوم العيد ان شاء الله ونهار كبير اللي يجوا عندنا الحباب. دونك اول حاجه كناخذ هاد الكوتوسي هاد المنشار وكنحاولوا نفينيو الجناب. كنلوي المسمن ديالي صافي، و كنشوف هاد الويدات و غادي كتبقى أفكار ديال التزيين. و نتمنى البنات إن شاء الله هاد الطريقة تعجبكم، أنا غنستعمل إن شاء الله في باش نكمل باقي المسمن و نتلاقاو في نهاية التقديم.
البنات هذا هو الشكل النهائي ديال مسمى البريستيج. نتمنى ان شاء الله انا وناس الاحسان ديالكم وتتقديم، نتمنى ان شاء الله ان يروكم هذا التقديم البسيط، وان شاء الله نتمنى انكم تجربوه بناس الاحسان ديالكم. وما تنسوناش اخواتي باللايكات وتفعيل الجرس والتعاليق المحفزة، وعيد مبارك سعيد. نتمنى ان شاء الله ندخل لكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.